حضرتك موجود ليه دلوقتي في ميدان التحرير؟ انا موجود عشان اقول نعم. لما افتح الدستور كده والاقي المواد اللي طلعت فيها اجدادنا في ثوره عرابي، المواد دي موجوده. ولما الاقي المواد اللي طلعت ثوره 19 مع سعد زغلول جدودنا وطالبوا بيها الاقيها موجوده. ولما الاقي ابهاتنا اللي طلعوا مع جمال عبد الناصر، الزعيم جمال عبد الناصر، المواد دي موجوده. ولما الاقي اتغير الشوك اللي حطوه الاخوان في ثوره 25 يزال ويحط مكانه ورود ثوره 30، ازاي اقول لازم اقول لازم اقول تمام. هل تتوقع لو كان الزعيم احمد عرابي لسه موجود النهارده كان هيقول نعم ولا لا؟ ده كان هيفرح بشعب مصر قوي، وكان هيقول له مليون نعم. الفريق السيسي ده مداد الزعيم احمد عرابي، الزعيم جمال عبد الناصر، الضباط الاحرار، والمرحوم الشهيد محمد انور السادات، وكل الانجازات اللي عملها مبارك. بس يعني مبارك طيبته، الطيبه بتاعته ادى مساحه جامده للاخوان، هي الغلطه الوحيده اللي في حياه حسني مبارك كانت طيبته مع الاخوان. البلد كانت هتغرق، الحمد لله اللي ربنا نشالها. وعشت 30 سنه بدون رئيس طيب كده، يقوم ربنا بعد 30 سنه يعدينا زعيم عشان يحمي البلد دي. والكلمه اللي طلعت عبد الفتاح السيسي دي ما كانتش كلمه، دي كانت صدق، وصدقني احساس ما بينه وما بين ربه ان مصر دي ام الدنيا محطوطه قد الدنيا، محطوطه قد الدنيا. الف شكر لحضرتك.